قلدني داء العمو شي خويا، راني ام راني خاله، انا بغا حقي، انا بغيت حقي. السلام عليكم الخوت الخواتات، كيما راكم متبعين هاد انا يا بشرى اللي ضربت العيني بحجره، كما عارفين المرحله ديالي انا راه تندير على الميناج. عيطت لي واحد السيده قالت لي بشرى جفي معايا واحد الدروج، مشيت جفيت دوك الدروج، مشيت مع 7:30 خرجت مع 8 وشي حاجه، المهم قريبه 8:30، عطاتني 1000 ريال، وانتم نقولوا الله اعلم، وانا ربي اللي شهد عليا راه فوق مني. جاية عندي 3 البنيات، عندي اختي تدير دياليز، هي عندها وليد عنده 5 سنين، ورا الوباء هادي ديك 50 درهم راه بحال اللي عندي 100 درهم. جاية الحباب تخرج لي واحد الوحش ما نقولش لكم عليه، شدني نوب الاولى من حوايجي اللي طلق مني، تعرفني قالي لما كنتيش تعرفو نتعرفو، كنتي سير اخويا انا راه عندي 40 عام. عاود ويجر لي الساك، جريت لي الساك بحال هكا مني منك، ويشدني من شعري، شدني من شعري جرني مع الارض، بقى جرني لواحد الزنقه، هذيك الزنقه مظلمه، كنت تنغوت تنغوت تنغوت، بفضحته بالغوت هز واحد الحجره ويعطي لي العين هنا كما تشوف الخوت. دابا راه شويه ما بقاش كما كان، صرات برات، وعطاني ربي واحد الجهد وبقيت شاده فيه وتنغوت، حيت ما تنعرفوش، حيت كنت لقته غيمشي، كنت لقته غيمشي بحالاته، عطاني ربي واحد الجهد وما نقولش لكم. والشعب ديالنا فاش يفكر عيف ترونسبور باش يمشي بحالو، ما فكرش فكني، وقفوا طوبيسات وعمر وزاد، وقفوا تاكسيات عمر وزاد، الا واحد وقف قال لي طلق منا، ويقول لي دات لي يا رزقي، وانا اقسم فمي بالله، قول بغيت ديك البلاصه، قول بغيت نوكل ولادي الحرام، كون انا موكلته وانا ما عندي ريال، عندي ديك 1000 ريال. دابا اللي تسمع ردات لي رزقي وسكران، ولا الله اعلم، المهم راه ما عرفت اخويا لا حول ولا قوه الا. هود واحد من طاكسي قال لي طلق منا، هو يطلق مني تم غادي، وانا ندور عند مود السيد قلت له خويا شو عينيا كي ولا طرت فرقعت حيت خرجت، هو يقول لي سيري عندو يقتلك، ما نكذبش عليك، عاود مشيت شنقت فيه ما طلقتوش، ويزرجلو هرس لي سنة، عاود يزرجلو عاودني لا الضربة هنايا هي في الشرس ديال العظم، عاود بقيت يضرب فيا الصدر هنا تبوش حاشاكم الدم. بقيت شاده وتنغوت تنغوت، اقسم فمي بالله، قلت رجلي بستم ليه باش ما يبقاش يضربني، شدني بحال هكا، عطى ربي واحد الجات صحيح، شدني هكا هزني ويقش ليا تصبع في عيني هنا، السيارة كانت منفوخة ليا مكشتش تشوف بها مزيان. المهم هي هاديك اخوت، بقيت شاده تجو البوليس ونطلقو، فطلقتو طحت ما بقيتش عقلت، ست ايام ما عرفت لا ولادي لا اختي، ما ست ايام وانا نعتزد يا ربي. الوقت اللي جاو عندي البوليس جاو عندي بيومين، طلعوا عندي الفوق ليا بشرى وشويه، نمرة باقة تنموت، والفاس باقة عمرة دم، ونيفي دم، وكل دم، هو يقول لي سميتك، قلت لي سميتني بشرى، كنيتك كدا وكدا، فتات سكني بلاصة فلانية هادي إلى آخره، أنا نقول لي الشاف هادو أش درتي معاه، قال لي شوفي راه درنا لي متابعة، سنين أنا سينيت، قال لي حنا غنديرو لي راه تبقى ناعسة، المهم مشاو. صافي ما بقوش جاو عندي، ما بقوش جاو عندي، انا خرجت من الكومة، ولكن مشيت للدار وباقا كومة، وخرجت انا المحل فين انا كاريه باقا كومة 10 ايام، ما تلقاش ناس راسي، ما تلقاش باقي عندي هنايا العظم مهرس، ما
تنقشنا زراسي يا عم غيبة تنشر كانوا عطني واحد دواء قاصح تنشرب وتنغيب. ملي خرجت وعقلت على راسي اول حاجة مشيت عند البوليس ديال مقطع ود عيشة حيت هما اللي كانت بيرمانوس. ملي مشيت عندهم قال لي قلت لي الحاج واش عندي شي مشكل نجيبها عندي؟ قال لي راه خصك شهاده طبيه. قلت له ودي شهاده طبيه راه وقع لي فيها مشكل. قال خصك حتى ديري العمليه عاد جيبيها. قال لي سيري حتى تجمعي وراقك على خاطرك وجيبي لنا شهاده طبيه راه حنا دايرين ليه متابعه. انا راه اختي ما قارياش. سمعتيني اختي راه ما قارياش. قالوا لي سيني على الموت نسيني عليها. قالوا يا سيري تجمع الاجراءات وجيب مشي تاختي السبيطارات واحد الى واحد هنا واحد الى واحد هنا واحد الى واحد هنا مشيت عند الطبيب الشرعي. قلت لي ضروري خويا صوب لي شهاده طبيه باش يلاه ندوزها عند البوليس وباش يلاه خويا يشدوا لي حقي ربما يخرج ولا كذا ولا هادي. ويقول لي لا غتجيب لي ورقه من عند الطبيبه ديال العين. مشيت جات لي واحد الوريقه قال لي عاوتاني سيري جيب لي الطبيبه من عند ديال المناخير. مشيت جات لي ورقه هي فساعدوني عطوني هاد الشهاده الطبيه كيما شتي اختي ساعدوني عطوها ليا. مشيت للمحكمه تنسول على هاد الملف حيت عطوني ديال الملف. مشيت قالوا لي راه تحكم وخذ عام يعني قصيدة عام. انا راه ما لا حول ولا قوة الا بالله. واش حد يعني حد يسنى وحد يعين حد يعظم وعطيني عاطين وعام. انا اختي لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة الا انا راه طالب اختي مشي محامي يوقف معايا ويدخل لي هاد الوريقات هاد الوريقات عند الرئيس باش انا ندخل ونخرج. قالت لي مشيت بوحدي انا ما كنتش اللي غادي تسوقني راه واحد تيلوحني لواحد وتنتم جاي اختي ربي اللي عالي وعالم. بالنسبه للمتابعه هنايا دايرين لك السكر والضرب والجرح الخطيرين بواسطه السلاح الابيض مع خرق حاله الطوارئ الصحيه ولكن سيرتيفيكا اللي تعطاتك فيها اعاقه دائمه. ايه حيت انا باقا ما واصلاش للوكيل لا رئيس لا والو ما وصلتش حتى البوليس ما شافوهاش حتى البوليس ما عطاونيش وقت ما شافوهاش اختي ما عطاونيش وقت. واش حين كنتي ما خديتيهاش بكري ولا انت ما عرفتيش الاجراءات شنو ديري؟ لا ماشي ما خديتهاش بكري حيت هما فاش اللوم الاولى صيفطوني قالوا لا تديري تديري. قلت لهم انا ما عنديش امكانيه باش غندير هاد ما عنديش عندي الله سبحانه وتعالى انا ما عنديش بيساعدوني وعطوني هادي ديت البوليس عطوني ورقه قالوا لي سيري للمحكمه. مشيت للمحكمه عطوني ورقه اخرى قال لي تحكم خاد عام يعني خاد عام عير عير الشراب وعلى الطوارق وعلى فين هي الضرب ديالي انا ديال عام استاذي. ما رخصني ندوز انا ويا جنايات اختي رخصني ندوز انا ويا جنايات هاد السيد تكرفص عليا كرفصني في حياتي راه دمرني اختي. انا الاب انا الام انا اخت انا اي حاجه انا كل شيء انا. انا ما كنتش اللي تجيب لهم تا خبز اختي لما خرجت مشيت دمرت عليها وجبتها. راه الله اللي علي وعالم راه الله اللي علي وعالم حسب الله ونعم الوكيل دمرني الله ياخذ فيه الحق. دابا انا اللي تنطالب اختي انا ما تنطالب والو من الدنيا انا باغا نعيش ونبرا من هنايا وشدوا لي حقي. دابا العين ما بقاتش مشات ولات بيضة من الداخل. دابا خصك انتيا خصك عملية دابا العين. لا لا العين قالك ما بقاش الامان. دابا انتي ما خصكش شي عملية للعين. لا خصني هنا نيفي باقي تيدوز بالدم غير هنا اما العين هاهي كاين تقرير كاين شي وراقة. اشنو قال لك العين شنو طرا لها؟ قال لي العين العدسة ديال العين هربات مشات والشبكة تقطعت. يعني ما بقاش ما بقاش الامل امل في الله الامل في الله اختي الفقر كنت يوقع لي وانا تنضل نقل النداء الحموشي خويا راني ام راني خاله انا بغا حقي انا بغيت حقي
انا مناقص كاع من هاد العمليه، بغيت حقي، ما بغيتش نبقى مظلومه وانا في بلادي، ما بغيتش نبقى مظلومه وانا يا مواطنه. اشني تنطلب من الله ومن العموسي ومن الخوت ديالي المسلمين يعاونوني، الله يجرب بالسهل عليهم. الله يجازي سيدنا تاهو، الله يخلي لي معز علي، الله يعد علينا هاد الوباء، يعاونني يشد لي حقي. انا بغيت والو، بغيت حقي ياخد عام، عام ديالي غالي نزيد يقتل واحد وياخد عام. راه لا يمكن، راه لا يمكن، راه ما يبغيش الله بحالك، راه ما يبغيش الله بحالك. الله سبح الله ونعم الوكيل. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.